ترى قد طبخنا يا اخي هنا دحين يقول لك يضاف التونه والرز تنحط في القدر مع بعض كيف تجي دي ما تزبط هذا ني لسه هذا يبغى له هذا يتغسل ويتنقع مضبوط بعدين ينزل على القدر نفهم ترى مو مره فدق اني صايم ما بعدين حاطين لك بالصلصه اقول لك هو يقول لك طريقة إماراتية، احنا نسوي الطريقة اللي اسمه الجداوية والله اسمع انا بسوي عيال حرفنا كيف يسوي رز بالتونة طريقة إماراتية طريقة فرنسية انا بسوي طريقة عيال النزلة عيال حرفنا عيال النزلة جالس تسوق نفسك على الهواء يعني عيال النزلة السلام عليكم السلام ورحمة الله الله بالخير جميعا يا مرحبا ايش فيها الطبخة يا أسامة شوف يا قلبي هنا ويقول لك ايوه طريقة التحضير عندي ملاحظة بس كلنا مو أنا بس أول شيء إيش هي الطبخة يا أسامة قبل رز بالتونة رز بالتونة سهلة لكن الوصفة الطريقة هنا غلط لا. يا معلم شوف لا لا دقيقة أسامة هي سهلة صح؟ هي طيب امشي بطريقتها اللي هي سهلة في بالك يعني مو لازم تمشي بورق المهم رز بالتونة رز بالتونة أوكي خلاص أنا أبغى رز بالتونة خذ الورقة لكن شوف أنا ماني مسؤول يبي يجيك بعد شوي الشيف أحمد راح يقيم أنا مالي علاقة أبدا يا عمي بلا شيف أحمد بلا شيف شكري أوكي أنا ماني مسؤول طيب اول شيء نقول مساكم الله بالخير ما في الزبده ويعطيكم العافيه جميعا في برنامج اكله سريعه طبعا اكله سريعه برعايه شركه السيف والمؤسسات التجاريه الله يعطيهم العافيه نبدا نشتغل نحن ولا طيب التايمر بدا معانا ابدا بالتايمر خلوا الشباب يبدون حبيبي الجلافز في موجود المريله يا ساتر المريله موجوده الجلافز برضه موجود فين ثلاث قطع الكاميرا كذا يا معلم السلام ورحمة الله وبركاته سلام متحمس انت اليوم طبعا طبختنا اليوم هي ارز بالتونه واكله سريعه هي برعايه شركة السيف للتوكيلات التجاريه يعطيهم العافيه الشباب قالوا ان الطبخه سهله جدا فما يحتاج ان نستعين باوراق القفازات موجوده بالزاويه هنا فين الجلافز ايوه يا اخي مين اللي جاب المريالات هذه ليش انا اشكره بصراحه الله يسعدك كان لازم يقدر انه احنا رجال يعني بس يعني هذه ما شكلها ما ادري كيف بالاخير هي بالمطبخ يعني هي بنص ساعه وطالعتين اي أيوة والله صح احنا داخلين شغله انت ما راح تنام فيها لو جاب كابتن ماجد كذا كابتن ماجد طيب شركه السيف والتوكيلات التجاريه يعطيهم العافيه هم راعين هذه الفقره لكن زي ما ذكرت انا انه احنا متعودين شركه السيف وايضا جمعيه احياء مكه ايضا اداره قناه بدايه وايضا انا جميعا نخلي مسؤوليتنا لان الشباب قالوا ما راح نستخدم الورق اطلاقا كل واحد يبي يجتهد من نفسه وراح يشتغل من كيفه لكن انا بس احنا نستخدم خلي الورقه موجوده ما عندنا مشكله بس مو انتم تكونوا سهله من اليوم ما نبغى ورق وزي كذا لا بس انه في بند كذا ما عجبني وشو اللي هو وضع التونه والرز في القدر سوا طب ضبط التونه اول لما تكون جاهزه حطها بالرز قصدك ضبط الرز ايوه بعدين حط التونه مع مش انت تقول كلها ضبطها جميع هنا يقول هنا طيب الورقه يقول سهله هي عليك صح شد حيلك يا اسامه انت ايش تبغى اقول عسى الله يقويكم طبعا انا استقبل طبعا انا استقبل اسئله المشاهدين الكرام وايضا تعليقاتهم عن طريق هاشتاج مكه تجمعنا خمسه انبه ان هاشتاج مدير نبينا لا كلام كبير منو؟ كلام كبير مديركم اي كلام كبير كلام كبير شوف لا على الله بس تعال الناس بدأوا الشغل شوف فندق طالما ان الشباب مطلوب قدام الكلام حد واحد هذول كلهم تراهم في ذمتك وفي مسؤوليتك لا هذول ما حيدوني دافع لا لا اسمع هم حاطين العشم فيك مين دول وانت على عاتق امانه كبيره طيب اوكي لازم تعطيهم 500 نقطه اليوم لا تخلي حماسهم هذا يضيع دقيقه يعني نحن نبغى لازم ايش كل شيء موجود المغاسل شغاله يعني هنا المغاسل والله احس اني مقيد يا تمام. اخي ما تاخذ راحتك الجونسيات هذه ما ادري ايش قاعد تسوي طيب حنا معنا ايوه اوكي فاهمين لكن في حاجات لازم حنا معنا يا شباب نص ساعه اي موجوده هنا انا اكل وخرج يعني طيب حنا معنا نص ساعه بالضبط الطريقة عمل أرز بالتونة حلو الانتصار حلو الانتصار خلنا نشوف الانتصار فين النهاية فين المغاسل فين المغاسل يا حبيبي اللي هنا يا بعد قلبي هناك أيوة يا مو يا ما طيب أنا أذكر هاشتاج مكة تجمعنا خمسة وش السبب يا أسامة كيف ليش هاشتاج مكة تجمعنا خمسة والله شوف يا حبيبي المسألة وما فيها إنه تويتر عمال يحجب الموضوع ليش لانه العالم ما شاء الله مدهره صلاه على النبي
هم ما شاء الله تبارك الله هم عنصر النجاح هم الكرة الرابح. احنا كل يا ابوي تعرف هاشتاج 5 هذا متى بدا؟ من امس. هو يبدا ترى على فكره مو من امس، ترى يبدا مع بدايه اليوم الجديد، يعني اذا بدينا بث هو بدا، يعني احنا اليوم بدينا من امس. انا بدينا فيه ممكن الجمهور يطلق على فكره. ايوه الناس بدأنا. انا كتبت من امس. الناس ما شاء الله تبارك الله اليوم يعني هم متفاعلين من قبل ان نبدا بالتفاعل. ونحن طازه يوميا اول باول، كل شيء طازه. طيب حبيبي ايش لابس الكرتون؟ يعني عادي مع المريله؟ عادي يا ابويا خلينا نلحق بس المريله من جديد. لا انت لبستها هي وكرتونها ما شاء الله عليك، عشان ابين انه حديث. يا مرحبا بالحبايب اللي حضروا. خلوني اوضح معليش، انا كل شوي انسى السالفه. هاشتاج مكه تجمعنا 5 لان التويتر يحجبون الهاشتاج اذا وصل بالترند، ويعني اخذ مده طويله وهو بالترند العالمي فلذلك يحجبونه، لذلك احنا اصبحنا نمشي على الهاشتاج بالايام. فهذا اليوم الخامس من برنامج مكه تجمعنا، لذلك احنا حطينا مكه تجمعنا 5، بكره مكه تجمعنا 6، بعدها مكه تجمعنا 7، بعدها مكه تجمعنا 8. اقول لك ابغى انقع الرز لما شئت الله تعالى. سمي يا اسامه. ابغى انقع الرز هذا. كل شيء موجود عندك. زور موجود هنا. طيب موجود. السكاكين موجود عندك هنا. هنا. يا سلام. الشباب فضحوا هنا. يا سلام. يا هو قدر يا هو. لا هو قدر. قصدك نفس هذه؟ أيوة. موجودة موجودة من هذا. لا كده كثير. استخدم طيب. استخدم سكينك يا سامر لما تخلص. يا عيال قدر يا عيال. طيب الوقت اللي معانا نص ساعة بالضبط. الشيف أحمد راح يدخل عليكم بنهاية الطبخة. راح يقيم على سرعة الطبخ وراح يقيم على الجودة، لكن الجودة أنا عندي كذا، السرعة كذا، أنا ما تهمني السرعة بقدر ما تهمني الجودة بالشكل الكبير، لكن السرعة أيضاً لها دور في تعديل النتيجة. 500 نقطة طبعاً راح تكون هي الفارق، خصوصاً إن حنا البارح أو اليوم الصباح شفنا المدفع وشفنا نقاط الشباب ودرجاتهم. فالمدفع راح يغير بالموازين وراح يقلب فيها كثير. للمعلومية ترى المدفع هو تحديث مو أسبوعي، هو تحديث يومي، يعني اي درجات تنزل اي تحديث جديد راح ينزل مباشره على المدفع عشان نتابع احنا وياكم الشاشه اللي برا. سؤال يا حبيبي بندر، كم لك كنت بالطبخ؟ ها؟ كم لك كنت بالطبخ؟ لان اللمسات هذه واضح ان اللمسات فنان يعني. لا والله لا طبخ ولا شيء الله ابدا ابدا ولا لنا فيها، بس حسب ما نعرف من معلومات احيانا. لا يا سكينتي في حزامي هنا 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 السكينه. سكينتي في حزام. في سكين عادي وبيضك يا ولهن. اسلم يا بندر. اقول لك انه ايش انه شو اسمه ده الطبخ احنا ما بنفهم فيه ولا اي حاجه. طيب ولكن كل الموضوع ان احنا بنسمع صراحه من الاهل نسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا فنحاول وهذا الله يستر. طيب بيني وبينك تنصح الشباب ياكلون ولا لا طبخت اليوم؟ الله اعلم. كسر صوتك. بيني وبينك تنصحهم ياكلون ولا لا؟ تنصحهم ايه؟ لان ابغى لهم الخير. ابغى لهم الخير ولا تبغى تجيب فيهم العيد؟ يعني مرحبا والله يا ناصر. هو من خلال ابجيك يا اسامه انا الحين بتفاهم معك، هو من خلال تقطيعك للبصل واضح انه لمسات فنان. والله فنان. الله يستر. فنان. بس انا اخلي مسؤوليتي تماما يا بندر، يعني هذا كلامك انت مو كلامي انا. اي لا لا اخلي مسؤوليتي مالك على حبيبي. توالك على كل. طيب اسامه اصلا تسوي زي ما هو مكتوب صح؟ انا ابغى ارز بالتونه، احنا حطينا الطريقه هذه كمساعده لكم، تبغى تمشي عليها عندك طريقه ثانيه عندك اختراع ثاني براحتك يا حبيبي عبد العزيز. هناك الخبره بال اسامه. هلا مرحبا. الله يحييك. مرحبا. والله واضح انك فنان. والله يا راجل والله واضح انك فنان. في مويه عندك هنا. لا على ربك اسامه. كيفك يا حبيبي؟ ربك كريم. والله تمام. مرتاح؟ زي العسل. اللهم لك الحمد لك الشكر. نحن نفهمه. والله امس والله تعبت يا ناصر. بسم الله عليك. ليش؟ والله القولون ذبحني. سلامتك والله ما تشوف شر. الله يجمع لك بين الاجر والعافيه يا رب. حبيبي. ايش عندك؟ ايوه. الشمراني اليوم كمان قام مسكين تعبان. ليش؟ اي الشمراني والله ركبته مسكين. الشمراني عسى الله يشفيه يا رب ما يشوف شر. عارف ليش؟ اها. الارضيه حق المصلى. الارضيه حق المصلى ولا من الزحلقه اللي اليوم الصباح؟ والله كمان هو يستهبل. هو رغم انه ثقيل مدور لكن الله يصلحه. حاله جالس يتزحلق اللي حاسس نفسه طلع فوق الكو 5. حاسس نفسه حمود الناصر. انا ادري اليوم اكلات سريعه اللي هناك جالس ابحث بالهاشتاج اكلات سريعه قصدي مكه تجمعنا. فيني فهاوة. يا مرحبا يا مرحبا. طيب مكه تجمعنا
حياك الله والله يا ناصر. أسامة فقيه يتبع سياسة التركيز، شكله هو اللي بيفوز اليوم. هذه من قلم حاذق عابر السبيل. مدام القلم حاذق ايوه معناته يا حبيبي الطبخة ان شاء الله حتكون ايش؟ حاذقة ان شاء الله. يلا تحلق بنا، تحلق بنا الى حيث المجهول. عشان كذا انا اخلي مسؤولية ترى يا أسامة، انه ما لي علاقة بالموضوع. طيب هذه تذكرنا تقول صلوا على رسول الله جميعا، اللهم صل وسلم على رسول الله. أمون تقول خل أسامة ينشد عن رمضان، سمعنا شيء ولا ما ينفع مع البصل وكذا؟ والله كله ينفع لعيون الجمهور كله ينفع. يلا توكل على الله. طيب يقول لك هذا النشيد أنا نزلته رمضان الماضي. يا حبيبا رز بالتونة زارنا من بعد عام شوقا ذبت واجدا وهيام. يا حبيبا زارنا من بعد عام تبت شوقا ذبت واجدا وهيام. نورك الواضع قد عما لنا فهنئي يا نفس قد حان الصيام. يا إلهي يا غفور زدنا بالقرآن نور. يا إلهي يا غفور زدنا بالقرآن قرآن نور واشف ما بين الصدور وأرحنا بالقيام. يا حبيبا يا حبيبا زارنا من بعد عام. ما شاء الله ما شاء الله حبيب قلبي. لا فضل فوق يا أسامة حبيب قلبي. طيب انا برجع للهاشتاج. هذا ايش هذا؟ بن؟ هذا؟ هذا زعفران اتوقع. بحارات زعفران؟ انا بحارات. طيب هذا حسن المالكي يقول بندر طباخ محترف من حماسه من اليوم. بندر يا بندر اهدى. ايوه يا بندر قول خير. والله الرجال ساكت وشغال يا سامه، وانت جالس تنشد ولا افلح. لا لا شوفني الحمد لله زين. هل تنفع بدله مع سبحه مع مسبحه؟ تنفع يا ابويا المسبحه ان شاء الله تكون يا راجل لابس بطانيه عادي تمشي. طيب سهلوا لابس بطانيه. بندر يدور للملعقه، حصلتها يا بندر؟ اي 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 خلاص. تعرف ابى اسوي فيها الحين طبيخ. قال لي فجر المفترض هنا يكون في ملعقه خشب للكشنه. لا يا عزيزي ملعقه حديد علشان نتحمل حتى برضه يعني شوف قوه تحملك للنار. قوة تحملك للحرارة يعني. ممتاز حلو. لأنك صايم فحس بشعور الأمهات اللي من صلاة الظهر هم يقولون أنا أموت أم الأمهات. عسى الله يحفظهم يا رب يطول بعمرهم. طبعا فجر يقول أتحداكم كم مرة قال ناصر أنا أخلي مسؤوليتي. أنا صدقا يعني جربت المطبخ سابقا فشفت حالات تسمم قدامي سواء كان في برامج شقتنا أو في برامج قديمة، فلذلك أنا أخلي مسؤوليتي قبل لا نبدأ أي طبخة، فدائما جالس أقولها ولا زلت أقولها وسأقولها أيضا. ما شاء الله على صوت أسامة أذكر الله. ناصر وضح الهاشتاج تراهم متلخبطين. أنا دائما أقول هاشتاج مكة تجمعنا هو على الأيام اللي راح نبدأ فيها، يعني اليوم شو 5 رمضان فمعناها هاشتاج مكة تجمعنا 5، بكرة 6 رمضان هاشتاج مكة تجمعنا 6، بعده بعده يوم 7 معناها هاشتاج مكة تجمعنا 7. إحنا نمشي على الأيام وعلى الهاشتاج اللي موجود. عبد العزيز ترى المقيم ترى يقيم على حتى نظافة المكان. أيوة. على البصل مثل المرمي هذا. برافو. هذا وش هذا؟ مرق. أيوة. ولا كثرت أنت؟ مرق. مرق ها؟ مرق يا عابر. مرق ولا عدة؟ عابرة سبيل تقول متابعينكم من العراق. عسى الله يوفقكم يا رب. الله يسعدهم. تحية إلى أهل العراق وعسى الله يسر أمورهم ويلم شملهم يا رب ويكفيهم شر أعدائهم. يا صاحبي إيش تعمل؟ أنا أقول له مرق ولا عدة؟
عرب. ايش تقول انت؟ سلامتكم. طيب في معلومات وصلتني من الدكتور فهد الخضيري بسبب ومعلومات تهم رمضان لصحتك وحماية الكلى. برمضان اشرب الماء عند الإفطار 3 أكواب مع تمر فقط، وابتعد عن المشروبات ذات الأصباغ والسكريات والنكهات الصناعية يعني التي تضر بالصحة. سوبيا؟ نعم سوبيا. سوبيا هذا شعير ترى. كيف؟ سوبيا هذا شعير. والله؟ شعير. طيب ليش تميل؟ سوبيا عارف إيش؟ شعير وقرفة وهيل وسكر. طب تحبها أنت؟ طب والله؟ أنا سبحان الله أنا أشوف أهل الغربية. أنا أحب الحمرة ما أحب البيضة سبحان الله. مع إن هي نفسها. بس السوبيا بيضة؟ إيه. معلومة جديدة ترى. هي أصلاً بيضة. السوبيا أصلاً بيضة. بس هم يحطوا ناس تحط توت. عشان اللون والطعم كذا نكهة. وناس تحط. توت طبيعي ولا؟ وناس تحط صبغة حمرة. عشان كذا. عشان كذا جل المعلومة هذه تهمهم جداً. لكن الغربية ما شاء الله يتميزون بالسوبيا مثل ما تميز القصيم مثلاً بالكليجة الجنوب بالعريكة وغيرها. طيب. ايضا الدكتور فهد الخضيري يقول القهوه ليست صحيه على الافطار، واذا اضطررت لها اكثر معها الماء لكي لا تؤثر على الكلى. والله يقول له طيب الشربه الشباب هنا يدق في اللحم قبل الشربه يا راجل يخش على طول ينبرش الجوع والله البطن كذا مو مستعد. هدي 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 المعده يا راجل جيها انفصام هذا بتخلص منه عادي تخلص منه حطها هنا يا حبيبي عبد العزيز الوهبي يا حي وسهلا. كيف تقيم تجربتك في مسلسل 10 نجوم؟ لا تناظر هناك عشان المخرج لا لا ما عليك المخرج العمل المخرج العمل خليه طالع من السالفه. 10 نجوم يجي بعد صلاه المغرب مباشره. مسلسل ممتع الى ابعد درجه ما شاء الله بقياده بدر وجبع. لكن قيم لنا تجربتك. والله تجربه حلوه. اول مسلسل لي ما شاء الله مسرحيات قيت اول مسلسل اول مسلسل لي اذا على الابداع هذا اول مسلسل ما شاء الله تبارك الله نحييك. الله يسعدك. اسلم ان شاء الله تجربه حلوه. مع اننا كنا مرات نصور 24 ساعه مرات 12 ساعه مرات 15 لكن تجربه حلوه. تعرفت على الشباب ما شاء الله مبدعين فريق جاهز انت. طيب. بس تعال وسوي اللي عليك. طيب عادي تعلمنا وش حلقه اليوم. والله المخرج عندك عادي. لا انا قلت لك ما عليك انه مخرج ما عليك انه مخرج حلقه اليوم انا مخرج بندر بصراحه حلقة اليوم الحلقه الخامسه. الحلقه الخامسه ايوه. لا انا قصدي تسرب معلومه كذا والله صار. ها بندر بندر وش ختام المسلسل؟ يا اخي انا المسلسل يا اخي انا كذا حرق ام الفيلم كله. انا اكره الناس اللي زي كذا اللي جلست تتابع فيلم ولا تتابع شيء قال ايوه ترى صار كذا صار كذا صار كذا خلاص قفل التلفزيون وريح راسك قول لي القصه. ترى انا في حلقه قريبه يا ناصر. ايوه في حلقه قريبه وسام انت مشارك معهم؟ واو يلا هذا خبر لعيونكم يا مشاهدينا الكرام. حيكون في حلقه قريبه ان شاء الله. اها حنشوف اسامه معانا في واحده من الحلقات ضيف. والله ضيف بس النكب وكان من امتع الضيوف صراحه. حنشوف واحد معاه برضه من ضمن الشباب اللي معانا في مكه تجمعنا. طيب. واحد صح؟ واحد الشارع من هو منشدها؟ لا اسامه بلا لقاط والله اتفرج بس بلا بهله لا يا ابوي بلا بهله لا مو تفرج. الرز فين حطيته؟ حطيته هنا. ايش حطيته؟ الرز حطه بالقدر يا حبيبي. في مويه ايش؟ والمويه ما شاء الله الله يعطيك العافيه الله حتخدم يعني جزاه الله فجر انت ما شاء الله تبارك الله فجر تقول عن طريق هاشتاق مكه تجمعنا 5 اسامه شد حيلك نبغى الفوز للرفاده ابشر. طيب برق الجنوب ناصر هو سكر زياده ما ادري رايق انت اليوم. طيب انا ترى اشك بصيامك يا اسامه لكن افضل بس من ريحه الاكل بس. ها والله بس تعرف شفت جالكسي يجيك 6×6 قطع صح؟ قطعة واحدة بس اليوم والله وقفت عند الثلاجة رز بخاري احمر قمت كذا قبل الظهر كذا مقصات في الظلام عارف الين وصلت عند الثلاجه فكيت مسكت المقرونه زي كذا بعدين سويت لا 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 فين السحينات؟ انا اسف انا اليوم والله كنت بسويها ايش هذا؟ تقريبا الساعه 9 زي كذا او الساعه 10 صباح مريت على الشباب حصلتهم شغالين بقسم المونتاج جلست معاهم اسولف شوي اطالع الا فيه لبن والله موجود بالثلاجه وعلى الشمس والحر زي كذا والله العظيم اني ما وقفت الا في اخر لحظه كنت بشرب لا فاتك قبل كم يوم انا في واحد يقول لك قرقعت لك قارورتين ونص كذا نهار كركب ارمي افك الثانيه الثالثه وقفت في النص يلا انما اسقاك الله واطعمك هذا وان صايم صح؟ صايم يقول لك واحد سأله قال له كيف الصيام معك؟ كيف العطش معك؟
قال والله لولا اني اتمضمض كان متنا عطش. الرجال يتمضمض ويشرب شوي. حركات بعض الناس يعني ما يخلونها. طيب احنا كم باقي معنا من الوقت يا شباب؟ هذا اللي يشيلوا بيه ولا لا انت؟ هو ده اللي يشيلوا بيه صح؟ يلا الوقت ترى لا زال يمشي. مره وانا صغير. تمام؟ وانا صغير. اسلم. طيب. شوف الشيطان كيف مكانك عشان لا يغطين، يغطون الشباب، اسلم. مره وانا صغير اقول لك كفشتني امي. ايوه. شوف الشيطان كيف، وشوف المخ المتني. الناس لما تفطر تفطر على جمل، واحد لما يقول يفطر يفطر. يفطر يفطر على شيء سهل يعني. خلاص انت فطرت. خلاص انت فطرت هاي ليش؟ ليش تجلس؟ المهم فطرت الظهر. تخيل على ايش؟ لبان. لبان. والله لبان. اسمع اسمع. بعدين ايش؟ امي طبقتني امي تدق 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 باب الحمام فين جالس افك اللبان بعدين كثير عارف قال لك ان الحين هذه حشبين افك اللبان تعرف ابو دب ابو دب اللبان ذاك ابو دب تعرفه والله قديم ذاك ايوه ست حبات اقول لك افك ايوه واللي في الورقه حقه طبعة الصوره انا بحطها هنا المهم المساعدات الخارجيه مقبوله يا محمد لا لا مو فهد المساعدات السعير. الخارجيه مقبوله لو سمحت يا فهد حبيبي لا لو سمحت المساعدات ممنوعه خلاص فمعليش لا انت ولا علي الهمش بعدين ترى اصواتكم ما هي طالعه معنا هنا فلذلك لا تسولف معهم لان اصواتهم ما راح تطلع هم مردون عليك اسلم امي تدق على الصوت ما تطلع وانا اقول شلون اللي زياده من فين؟ هنا والمسكينة جوادي تأخرت في الحمام خافت علي ما تدري اني جالس انكب جوا هنا دق دق الباب فكيت زي كذا ايوه قالت لي قال لك الحمام مو باين ايش ذا اللي فمك؟ ها؟ ايش اللي فمك؟ احنا اللي بنعرف اللي فمك وشو لكن بعد ما نطلع الفاصل ونرجع مره ثانيه خلونا نطلع الفاصل ونرجع لكم ونكمل طبخه سريعه مع اسامه فقيه عبد العزيز الوابري بندر باجبع ترامس بيست الألمانية قمة الذوق والجمال ترامس بيست الألمانية متوفرة بأشكال ومقاسات متنوعة مع ضمان 5 سنوات من شركة السيف للتوكيلات التجارية تابعونا على حسابنا في تويتر وانستغرام جديد دلة الشيوخ آراقة في التصميم دلة الشيوخ فخامة الضيافة من وحي الأصالة من شركة السيف للتوكيلات التجارية تابعونا على حسابنا في تويتر وانستغرام هذه الفقرة برعاية أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق في جوار الكعبة تفيض الرحمة وفاء بر الوالدين صلة الرحم رعاية المسنين وإكرام وفد الرحمن وفي أرض الحرم يتضاعف الكرم مواساة رعاية الضعفاء والمحرومين والأيتام وتدريب الشباب والفتيات وحين تنقطع بنا الحياة يستمر العطاء وقف رحماء بينهم أجر دائم على مر الزمان في أقدس مكان شارك في دعم البرامج المجتمعية والأوقاف الخيرية بمكة المكرمة جمعية مراكز الأحياء سهم الفرد 100 ريال سهم الوالدين 200 ريال سهم الأسرة 300 ريال رحماء بينهم في أقدس مكان مع عائلتك في أجمل اللحظات في ذات اللحظة أنت معنا لتشاركنا الأجر في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وفي أوج استمتاعك في وقتك أنت أيضا تشاركنا الأجر في إسعاف وتخفيف الألم
عن ضيف بيت الله الحرام. ورغم انشغالك أنت تشاركنا في إرشاد وخدمة ضيوف بيت الله الحرام ب200 ريال فقط، تساهم في كفالة خدمة ضيوف الرحمن وبرامج وأوقاف تعظيم البلد الحرام، والله يضاعف لمن يشاء. يدكم عند البيت. انشر، غرد، شارك، وشاركنا مضاعفة الأجور في خدمة ضيوف الرحمن. للتبرع عبر مصرف الراجحي وللتبرع عبر البنوك الأخرى، كما يسرنا أن تخبرنا بدعمك عبر الرقم الموحد 92003330. مشروع تعظيم البلد الحرام. شركة السيف للتوكيلات التجارية الله يعطيهم العافية هم راعين أكلة سريعة. حتى نهاية برنامج مكة تجمعنا بنسخته الأولى بمشيئة الله تعالى. أسامة فقيه، عبد العزيز الوابري، بندربة جبعهم ضيوفنا اليوم وطبختنا أكلة سريعة معهم نص ساعة بالضبط علشان يخلصونها، والشيف أحمد بعد شوي راح يقيهم بإذن الله على الطريق أو على السرعة والجودة. أول واحد راح يأخذ النص أو أول واحد يأخذ 500 نقطة والثاني 300 والثالث 100 نقطة. طبعا راح نشوفه بالمدفع زي ما شفناها اليوم الصباح. طبعا 500 راح تغير الموازين وتقلب الموازين. بندر حبيبي، اذا انت تبغى تعدل فيها شيء ولا تضيف عليها شيء، ترى الجزر موجود، الطماطم موجود، اي شيء تبغى تضيفه ترى موجود يعني. يعني كجماليه يعني. جماليه طيب تمام. وسام الشباب خلص، انت لازلتين ايش تويت؟ هدوء، ها باقي الوقت 10 دقائق معك. 10 دقائق بالضبط، شد حيلك. مره كثير. الله الله يخليني بس اقعد. الله لا ما نشف يسبح، خلي الدنيا تصير ايش. طيب سمعنا شيء اسامه؟ لا لا بعدها راح ارجع لل ترى في مساعدات خارجيه من اول. لا سمحت حبيبي بعيد. يا رب عشان ما يجيب العيد يا رب. معدوس ما شاء الله، معدوس مضغوط. هذا سمعنا شيء، سمعنا شيء للسيف. عطنا موال كذا دقيق. روح شركة السيف يستاهلون. صناعة صاروخ هي؟ والله يا أخي إيه منشد على إيش؟ جوجل أنا ولا إيش؟ دقيقة خليني اروح في نشيد رحمن يا رحمن. طيب بعد الغنية يلا معاك. حبيبا حبيبا شع نور يفيض في الأكوان، فشذا الورق معلنا بالأغاني، يورث الليل بالمسرة رجل سرمدي ملون للحوان. يا رحمن يا رحمن يا من فوق عرش مرتفع، رحمن يا رحمن يا من فوق عرش مرتفع، هي هي يا رحمن يا قضي الحاجات، يا من بالسراير مطلع يا قضي الحاجات، يا من بالسراير مطلع، هي هي هي
الله لطيف الله شاقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع هي هي يا رحمن شاقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع هي يا رحمن احسب حساب الله احب الرجال تنقطع واحسب حساب الله احب الرجال لا تنقطع اي 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 الله لطيف الله يا رحمن يا رحمن يا شيخ انا خلصها انا سويت بالرجال سيبك منه بس سيبك منك صرت طارش بالرجال من زدح ولا ظهر ولا رجله احمد الكثيري احمد الكثيري ترى في كاميرات ثانيه تصور هنا يعني بامكانك تاخذ حقك بعد البرنامج انا شاهد انا شاهد على الشيء اللي صار هذا والله الفجر انك في المسبح طيب احنا كم باقي معنا من الوقت محمد انا خلصت باقي 6 دقائق بالضبط معاكم اسامه الفقي الرجال خلص هذا الاول الثاني على وشك انت باقي طيب ما خلصت التقيل في الاخر طيب التقيل في الاخير ايوه بندر باجبع انتهى من طبخته ارز بالتونه عبد العز الوابري على وشك اسامه فقيه لا زال يقول معي 6 دقائق امر الله من ساعه والامور بسيطه يا كريم نصيحه للشباب لا يحركون الرز ولا راح يصير عصيده لا لا ركزوا على اسامه على الطبخ انا ابغى افوز يا اخي ما اتوقع فين الدنيا كلها ما شاء الله تبارك الله الفوز للوفاده باذن الله ان شاء الله الفوز لفريق الرفاده السقاية بإذن الله طبعا كل واحد جاء صوت من طريقته ناصر الحارثي أسهل من كبسة التونة ما فيه بالتوفيق للجميع ما في مناديل هنا أسامة ما خلص أنت قصة اللبان صح؟ قصة اللبان اللي أفطرت عليه ما خلاص يا أبوي والله ما في خلاص انتهى والله انحرقت المشاهدين يقولون قطعت سالفتي ناصر وخليها تكمل ايوه ايوه بالله يطيحوا في ناصر قطعت لا 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 الله يرحم لي امك لا لا سامع امي عليك لا والله اللي بيني وبينك والله تعال تعال امي جابتني من اللبان بس اعطوني كف اللي جنبك لا يا شباب شباب تكفون تكفون من اول المساعدات شغاله انا فريقي سحب علي ولا واحد فيه بالاخير هو اللي قرر القرار عنده ما يعني في مساعدات داخليه يعني خارجيه اسوي بنفسي انا الشيف احمد قريب والشيف عبد انا ودي انه يطلع لي يلا انا ودي اني اطلع لي كم باقي من وقت لان الشباب ما شاء الله تبارك الله على وشك انه خلصوا انا خلصت باقي 3 دقائق بندر باجوبع انتهى خلصت عبد العزيز الوابري كذا انتهيت طيب نظف المكان اللي عندك زي ما الرجال نظف ان شاء الله تبارك الله عليه باقي اسامه فقيه هذا تبعك اسامه ومعك الدقائق الاخيره يا اسامه طبعا تعليقات المشاهدين كثيره جدا عن طريق هاشتاج مكه جمعنا 5 يا سلام سلم عفوا العب لعبتك يا معلم الله لطيف الله الله لطيف الله طيب انت انتهيت كذا يا سامح اخاف بعد كذا يوميا تجوني تقولون سووا الاكله هذه في حاجه كمان الو الو مين بيتكلم هذا العارين يا معلم حط الطبق جيب شوي الو الو ايش مضاربة ولا ايش طيب. انت هنا؟ بندر خليك عن طبختك هنا اوكي عشان الكاميرات ترى راح تجيبك عبد العزيز خليك عن طبختك وسام عن طبخته طيب باقي دقيقتين بالضبط اللي يحب انه يضيف يعدل بكيفكم ترى ممكن الاضافة هذه انها راح تقلب بالنتيجة تعدل بالنتيجة بسرعة قبل لا يوصل احمد بسرعة قبل لا يوصل الاستاذ احمد خلاص باقي ما وصل جالس يطلع مع الدرجة الحين طيب الاستاذ احمد تفضل يا مرحبا السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. جميلة دي. هلا. والله العظيم. تعال أخش في لحم أخوك عم. لا ترى هذه ما تنفع، ترى يعني ما فيه وصايا ومن تحت لتحت. لا لا ما تجمعنا. لا لا انتبه انتبه. بس عايز أقول لك الريحة وأنا جاي من تحت يعني وصلالي وجميلة والله. تسلم إيديكم. الله يسعدك. يلا حبيبي ربنا يخليك. أهلا وسهلا. أستاذ أحمد معلش تعال. بصراحة أفضل ريحة ريحة اليوم ولا اليوم الأول مع الشمراني؟ لا يا عشان التونة برضو ليها ريحة ف لا لا الشمراني لما ضبط سمبوسة كذا خلاص الشمراني للأسف ما كنتش موجود ساعتها. آه صح احنا انكتمنا بس بس ليهم ليهم انكتمنا هنا احنا ليهم ما والله انكتمنا هنا أكيد هصطادوا يعني. طيب وسامة فقيه من مجموعة أنا عايز بس معلقة استأذنكم مجموعة يعني الرفادة سكر زيادة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسامة فقيم مجموعة الرفادة عبد العز الوابري من مجموعة السقاية شل الشطة حبيبي سواقة سواقة تسويق قالك سواقة سواقة تسويق للأكلة ربنا يستر أمرك إلى الله ربنا يستر طيب. ربنا يستر عبد العز الوابري من مجموعة السقاية أيضا الرز بتاعك سوا بس طبقك شكله جميل ناقص رز ناقص سوا شوية انت لك في في المخبر مو في المطبخ ناي شوية بسم الله انت ناي قوي بقى ليه ده جدا بس صحنك شكله جميل برضه يعني معناه ما استوى لا لا الرز بتاعه ناي مره طيب منظر كده يعني حلو الله يعني الله اكبر المنظر حلو لا تدوق لا تدوق لا ما حلو لا والله ما تدوق والله ما تدوق سيبوا 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 وريني سيبوا سيبوا وريني يا دير فرصه صايمين صايمين ابن الحلال يا محمد صايمين وريني اتق الله في نفسك يا عبد العزيز ترى استوى ولا ما استوى يا بابا والله ما تدوق والله ما تدوق والله والله ما تدوق مش حدوق بس حوري شيء تعوذ من الشيطان ابن الحلال والله ما تدوق الرز استوى خمسة دقائق حتى انا هو انا حطيته ليه انت بقى الرز بتاعك استوى استوى بس او حاجه شكله كده يعني بس مستوي الوحيد اللي مستوي يا ابوي هذا ديزاين ترى ديزاين فرنسي لا هم احسن مش بس انت لك في المظهر ولا انت هتاكل المظهر ولا هتاكل الاكل الاثنين المظهر والاكل طبعا انا حطيت الاثنين مهمين هنا مستوي وشكل حلو هنا شكلك حلو بس نص نص يا عم انا ليا في الاكل انت ناي خالص طيب اسامه ايش رايك فيه اسامه برافو عليه ان هو سوى يعني استنى على الرز وما استعجلش عكس الشباب تمام والاكل مستوي معاه جميل مستوي بصراحه عبد العزيز مجموعه سقايه مين اللي اوحلك الفكره الجميله هذا هذا ديزاين قراصنه ديزاين قراصنه ممتاز 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 ما حد يسالك الملعب انت بصراحه استاذ تزيين الله يسعدك بجد بجد جميل شغل هايل تستمر الله يسعدك الحمد لله بندر بندر ما جمع الحمد لله بس يا عم احنا من مجموعه يعني مبروك يعني تسويقك حلو يا بندر يعني مش تسويق ال البصل مع التونه لحالهم يعني ايوه دي الصحن برضه شكله حلو يعني مش حكايه لا انت انت حكمت على الـ على الـ على الرز مع انه على فكره لا رزنا جدا كمان ترى ترى بما انه بيجي بي 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 في اليد يعني انت استعجلت مش يعني بس كتوتال تسلم والكشف لانه لا لا حلو حلو التونه مضبوطه مضبوطه طيب المنظر مضبوط طيب اذا أسامة إذا الشيف أحمد اسمح لي أحط الفرن والله عشان لا أستاذ أحمد راح والله نبغى ناكل ذا تاكل صح مستوي حلو بصراحة تاكل هذا اللي تاكل طيب أسامة فقيه الأستاذ أحمد يعطيها العافية الله يعطيك العافية شاف طبخاتكم لكن نتائج التقييم راح تنزل لكم بالمدفع بإذن الله المدفع كل يوم المدفع كل يوم يوميا والتحديث على طول بس ترى راح ينزل لذلك لذلك احنا راح نعرف من اللي اخذ 500 نقطة هو تقريبا لأول مرة يا ناصر تقريبا لأول مرة ان الفريق اللي في النص ممكن يخسر تقريبا ممكن يخسر؟ لأول مرة يعني تقريبا بس احسن هذا تقريبا تقريبا تصريح قوي لكن يعني معروف اللي في النص ده ما شاء الله عليهم على طول طيب نقول شكرا للأستاذ أحمد يعطيها العافية على تقييمه والنتائج بإذن الله أنا راح أخذها منه بعد شوي علشان تطلع بالمدفع مباشرة بإذن الله النتائج طبعا 500 نقطة طبعا راح تغير وتقلب بالموازين لذلك الفوز للرفادة للسقاية اسمع إن شاء الله عندنا بإذن الله الرفادة السقاية الرفادة الله أعلم لذلك أقول تبى الفنيلة فنيلة شباب لذلك أنا أقول شكرا لشركة السيف للتوكيلات التجارية على عزم الأكلة سريعة موعدنا بمشيئة الله تعالى بعد يومين من الآن راح نتوقف هذه مجموعة يا بندر بعد ما خلص بعد ما خلصها بس هذا احتراما لله طيب حنا شباب للمعلومية راح نوقف يومين أكلة سريعة بكرة ما فيه بعد بكرة ما فيه ف
ثم راح نرجع مرة ثانية مع 5 أيام طبخات من جديد، ثم نوقف يومين، وبعدين إن شاء الله راح نتابع إحنا وياكم. لا تفطر يا عيال. الشباب مستعجلين والله.